عايز اسمع رايك سريعا في قرعه كاس العالم، وايه طموح او رؤيه كابتن عادل طعيمه لمشوار الاهلي في النسخه اللي جايه ان شاء الله من كاس العالم انديه. مونتري بلجيكي المكسيكي، لو تجاوزناه بالميراس البرازيلي، لو تجاوزناه غالبا تشيلسي في نهائي البطوله. شايف مشوار الاهلي السنه دي ازاي؟ انا متفائل جدا، على الرغم ان المونتيري طبعا فرقه قويه، الكره المكسيكيه بتعتمد على الشباب صغير وعندهم قوه وسرعه. أيوة. ونقل الكره بسرعه. احنا عندنا من الخبره ومن الاداء مع موسيماني بنعرف ازاي نأدي مع الفرق الكبيره. وزي ما انت شفت بطوله كاس العالم للانديه اللي فات كان بالميراس الماتش الثاني مظبوط، كان الدخيل، وبعدين بالميراس. اعتقد برضو باذن الله تعالى المشكله دي تتحل بتاعت التوقيتات، والماتش الاولاني ان شاء الله نعديه ونخش على بالميراس ونكسبه برضو ونوصل للمرحله. دول جايين للصقر، يعني جايين ياخدوا بطارهم يا كابتن عادل، واحنا برضو هناخد الطار برضو. احنا ما هي العمليه بس ايه؟ بس شايف اداء الاهلي السنه دي ازاي؟ يعني مختلف في ايه عن الموسم اللي فات؟ والله موسيماني يعني احنا خدناه من الدار للنار على طول، يعني هو جاي من جنوب افريقيا على ماتشات على طول، بطوله افريقيا ثم دوري ثم بطوله افريقيا ثم سوبر ثم كاس ثم ما لحقش يمرن. فحتى الكور الثابته ما كانش بيعمل فيها حاجه، النهارده بنشوف كرات ثابته كورنر بيتعمل فيه حاجات ما شفناش قبل كده في اي حته. يعني في كورنر اتعمل لعلي معلول وراحت ملعوبه لورا، وعلي معلول راح طالع وراحت ملعوبه له تاني. دي حاجات ابتدى الراجل يشتغل. ده شغل مدرب، يعني انت بعين المدرب شايف فيه في الملعب شغل طريقة البصمات لمستر موسيماني. طرق اللعب كمان، طرق اللعب. انا قلت قبل كده في هنا في القناه ان الراجل بيلعب بفكر اعلى فكر في العالم، بيلعب براس حربه وهمي. راس حربه وهمي، ماتش الزمالك كان مين بيلعب راس حربه؟ محمد شريف. لا، كانش محمد شريف. محمد شريف كان بيلعب على الطرف واحنا بندافع. محمد شريف كان بيمسك الحمدي المستولي واحنا بندافع. وقفشه هو اللي بيبقى بيقابل السردباكين. واحنا بنهاجم قفشه بيبقى فين؟ بيبقى ناحيه الشمال. وشريف هو اللي ما بين السردباكين وبيرسي تاو على اليمين. ده ايه ده؟ فكر ايه؟ بيسقط حمدي زي بوسكيتس في برشلونه وفي منتخب اسبانيا. بيسقطه وبعدين عارف ان نادي الزمالك هو بيضغط ما بيضغطش بالشكل القوي، بيحلق. فكان بيبدا كرة من عند الشناوي ثم وانت بتنقل بثقه ومد اللعيبه الاطمئنان والثقه الكامله انك انت انقل في السكس ياردة بتاعك ما تخافش. ونجح 45 دقيقه، يعني في لغات كتيره بقى بتتقال، يعني قمه في الاداء. صحيح، هو الموسم ده كله الاهلي الحقيقه يعني لحظات قليله جدا اللي ممكن تحس انك انت مش راضي على الاهلي. يا احمد، في